السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طلبكم سويت السلتة. السلتة إذا ما نزلت على السفرة وهي بهذا الشكل تغلي، طبعا الطعم بيكون غير. هنا الخبز حار والسلتة نار، ويلا نبدأ الخطوات. ننقع الحلبة بماي دافي ونخليها تقريبا ربع ساعة، بعدين نتخلص من الماي اللي نقعناها فيه ونبدأ نضربها بهذا المضرب اليدوي. في هالمرحلة أضيف، أول ما يبدأ يفتح لونها أحط عليها شوي مي وأتخلص منه تقريبا 3-4 مرات 5 مرات عشان تروح مرارة الحلبة. هنا خلاص أضيف الليمون، وشوف الليمون كيف يخلي لونها فاتح جدا كثافة. خلاص خلصت من الحلبة، أجهز الفلفل الأخضر. راح أضيف الفلفل الأخضر، نعناع، كزبرة، أوراق البصل الأخضر، ليمون، وشوي ثوم إذا حابين، أو إنكم تستثنوا ما في مشكلة. أضيفها على الحلبة وخليها على جنب، احتفظ بيها في الثلاجة. هنا أجي أبدأ في السلطة. أول شيء أحمر البصل لحد ما يذبل، أضيف الفلفل الأخضر وأضيف اللحم. هذا صار جاهز عندي، أنا طابخته طبعا خليته قطع صغيرة. وهنا عندي إدام خضار أو صالونة خضار اللي تسموه عندكم، أضفته. ونضيف أكثر شيء مرق الإدام، تقدر تضيفوا أي نوع خضرة مع الإدام، البامية، الكوسة، البطاطا، الجزر، أي شيء حابينه. هنا خلاص استوت، راح أضيف عليها الحلبة وأخليها تقريبا كده 5 دقائق وبتكون كده جاهزة. خلاص تقدروا تسووها باللحم المفروم، تقدروا تسووها بالخضار عادي بدون أي شيء، حسب رغبتكم. وأنا هذه طريقتي، أتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم ولقمانية، وشكرا للمتابعة.